Welcome, sir. Hello, sir. Hello, sir. Welcome, hello, sir. Sir. Welcome, sir. No, sir. هل يمكن أن تستمر هيمنة سلطات الاحتلال نؤكد على أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى ومنع الأعمال الأحادية الجارية وكذلك إعادة فتح القنصلية في القدس وإلغاء القوانين الأمريكية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحرير. معالي الوزير نرحب بكم مرة أخرى. The United States is committed to rebuilding our relationship with the Palestinian Authority and with the Palestinian people. We've been focused on concrete ways to help improve the lives of Palestinians. إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة بالنسبة للفلسطينيين. That includes rejoining UNRWA. وهذا يشمل إعادة الانضمام إلى مؤسسة الأنروا. $500 million in humanitarian assistance since April of last year.